جدا، ويا ريت يعني يبقى في تحرك ويا ريت الناس. لكن انا تعقيبي العميد ثروت سويلم طلع امبارح في احدى القنوات واتكلم، الاهلي ما خدش موافقه الامن وما فيش موافقه امن، وازاي الماتشات بتلعب من غير جمهور وانا ازاي افتح الناس انا عايز اخد بيتكلم يعني بيتكلم نيابه عن النادي الاهلي ليه؟ يعني ايه انا دلوقتي لا هو مسؤول في النادي الاهلي ولا هو متحدث عن النادي الاهلي ولا لا وهو كمان يعني وبيتكلم عن الامن ازاي ليه؟ ايه دخل الجمهور اتحاد دخل؟ الكوره؟ ما هو برضو الموضوع يا لازم فاروق فاروق ايه دخل اتحاد الكوره ان الاهلي يدعو جماهيره ان هي تحضر مران الاخير مثلا، مران الفريق الاخير قبل السفر لتونس؟ يعني اتحاد الكوره عارف زي بيقولوا ايه، لا منه ولا كفايه شره، يعني انت لا بتجيب موافقات امنيه ولا بتعمل شغلك، وفي نفس الوقت خليت ناس كتير ما جاتش وما حضرتش التمرين. دي نقطه، ودي حاجه فعلا كانت مستفزه جدا. انا عندي معلومه ومتاكد وعارف، وكنا عارفين هنا في القناه وعارفين سبب عدم اعلان الاهلي، ان الاهلي خايف. الاهلي لو اعلن تظلمات رسمي وقال يا جماعه الناس تروح بكره التمرين، هتلاقي في التيتش 100000 300000 هتلاقي 100000، والبلد يعني مش مستحمله اي كارثه ولا مستحمله اي، والنادي نفسه ولا الاستاد، الجماهير كلها متعطشه، ناس بقى لها سنين مش عارفه تخش ماتشات. يعني برج العرب بتلعب في برج العرب، في ناس كده بتبقى عايزه تروح بس مش قادره، مش قادره، هيلاقي في وسط البلد التيتش مصر كلها تقف، والموضوع مش اي حد يقدر يتحمل المسؤوليه دي. فالاهلي خاف انه يعلن رسمي وقال يا جماعه احنا يعني ايه لا هننفي ولا، بس احنا عندنا معلومه الناس رايحه، والاهلي جاب موافقه الامن. نعم، انت بصفتك ايه طالع تقول الاهلي ما الامن ما وافقش؟ طب احنا النهارده الامن وافي وكان واقف بيفتش الناس وكان في صراحه التصريح وكان في شكل اكثر يعني من رائع، كان غير منطقي. انت دلوقتي شكلك ايه؟ غير منطقي، غير منطقي شكلك ايه؟ نعم، هو غير منطقي بلا مره. طيب احنا عايزين برضو نقول لحضراتكم رد فعل الصحف التونسيه، ان الصحف التونسيه حذرت فريق الترجي التونسي من غدر الاهلي، وقالت ان المواجهه لم تنتهي جريئه، وقالت كمان ان نادي الترجي التونسي لم يضمن بلوغ نصف النهائي، فليس هناك من يستطيع التكهن بلقاء يوم السبت في رادس او يجزم ويؤمن ان الامر محسوم بعد نتيجه التعادل 2-2، وقالت ان الاهلي لم يخسر شيئا حتى الان، فهو يمتلك الذكاء والدهاء والخبره اللي تجعله قادرا على احراج الترجي في تونس، فيجب ان يحذر الترجي. ده رد فعل الجانب التونسي. احنا لازم ننقل لحضراتكم كل الاجواء وكل الاصداء ان الصحف التونسية